وبالعودة إلى تطورات في شرق إدلب ينضم إلينا هاشم العبد الله مراسل أورينت نيوز مباشرة من هناك. أهلا بك هاشم. إذا ضعنا في صورة الوضع وآخر المستجدات بالنسبة لتل التقان والاشتباكات بين الفصائل وميليشيات الأسد. نعم، حاولت ميليشيا أسد الطائفية ليلا بالتقدم على محور تل الطوقان في ريف إدلب الشرقي غرب أبو ظهور. طبعا على أثر هذا محاولة التقدم دارت اشتباكات مع الفصائل المقاتلة، حيث أعلنت هيئة تحرير الشام عن مقتل 10 جنود بينهم 4 قناصين من القوات المهاجمة من ميليشيا أسد على محور تل الطوقان. وطبعا هذه الاشتباكات كانت يعني حتى ساعات الفجر تلاه قصف صاروخي ومدفعي على تل الطوقان، ويعتبر هذه المرة الأولى التي تقصف هذه القرية بعد اتفاق سوتشي. طبعا الاشتباكات أيضا كانت على محور الكتيبة المهجورة اليوم فجرا في هذه النقطة، يعني التي تشهد اشتباكات يعني بشكل متقطع بين الفينة والأخرى، ومحاولات من ميليشيا أسد التقدم غربا باتجاه المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المقاتلة. قرية طويل الحليب في ذات المنطقة والتي تتعرض منذ أسبوع لقصف مستمر على هذه القرية، ميليشيا أسد الطائفية خلال ساعات الليل والبارحة مساء استهدفت عدة مناطق بريف إدلب الشرقي والشرقي الجنوبي كبلدة جرجناز والتح والغدفة والتمانعة وسكيك وترعي وأم جلال. جميع هذه المناطق تم استهدافها من نقاط تمركز مدفعية ميليشيا أسد في أبو عمر وأبو دالي وسرجة وإعجاز. جميع هذه المناطق استهدفت منازل المدنيين والتي أدت إلى سقوط جرحى بين صفوف المدنيين، تم نقلهم إلى المشافي الميدانية. حقيقة هاجر الوضع في الريف الشرقي والشرقي الجنوبي يعني بعد دخوله حيز التنفيذ اتفاق سوتشي لم يشهد أي نوع من التهدئة نتيجة الخروقات المتكررة من قبل ميليشيا أسد الطائفية. ونتيجة لذلك هاشم أيضا عادت حركة النزوح أو حالات النزوح الكبيرة من المناطق التي تم استهدافها. نعم بالفعل، يعني حركة النزوح يعني بدأت من كافة المناطق الموجودة على خطوط التماس مع ميليشيا أسد الطائفي وحتى المناطق البعيدة عنها وصولا إلى جرجناز. هجر نذكر يعني أن حتى المخيم الذي لجأ إليه أو نزح إليه الأهالي من قرى الريف الشرقي والشرقي الجنوبي إلى نقطة الصرمان بريف معرة عمان الشرقي بجوار النقطة التركية حتى أيضا تعرض لقصف وأجبر القاطنين على النزوح. هذه المناطق شهدت يعني خلال الأيام الأخيرة الماضية موجة نزوح، إن كان من تل السلطان وطويل الحليب الرفة التي شهدت مجزرة خلال الأسبوعين الماضيين وصولا إلى جرجناز التح. هذه المناطق يعني بعد أن يعني تفائل الأهالي بعد اتفاق سوتشي وأنه سيتوقف القصف، لكن حصل عكس ذلك، موجة نزوح لا نستطيع أن نقول موجة نزوح ثانية، هي بل ثالثة ورابعة يعني خلال منذ مطلع العام الجاري، والقصف مستمر على هذه المناطق وحركة النزوح مستمرة باتجاه الحدود. شكرا على هذه التفاصيل هاشم العبد الله مراسل أورينت نيوز مباشرة من إدلب.